رحت دفعت، قالوا في جمعية للحج، فرحت أهل القرآن والسنة، فرحت في الجيزة، فرحت أتعامل معاهم، فطلبوا مني 24,800، وخدوا مني الفلوس من أول شعبان، وكل ما نسألهم يقولوا لسه. بعدين اتصل بينا وقال لنا الحج قبل العيد ب 11 يوم، وتعال استلموا الجوازات يوم الأربعاء. بنتصل بهم يوم الأربعاء لأنهم مسلمين نفسهم للإسم والجوازات معاهم، وبتهم واحد سعودي محمد القرشي، وبيقولوا ان هو اخذ فلوسكم. ورحنا القسم، عملنا محضر وحولونا للنيابه، والنيابه قالت تعالوا بعد اسبوع نشوف ايه اللي تم فيه. وجينا للنائب العام، حولنا تاني لمحامي العام الجيزه. اصبر يا ابني. فالوقت احنا بنطالب المسؤولين، وبنطالب طنطاوي وحسام شرف. احنا الوقت ناس من الشعب، والثوره عملت ايه؟ الثوره عملت عشان تحمي الشعب، فالثورة لازم تحمينا وترجع فلوسنا. احنا عايزين فلوسنا دلوقتي، لان ما عادش في مجال للتأشيرات، ولا في موعد خلاص للحج. فالوقت احنا مش عايزين الا فلوسنا، وربنا ايه غفور رحيم يدونا فلوسنا ونستعوض ربنا عن الحج، لان احنا كلنا كبار ومش عارفين هنعيش للسنة الجاية ولا مش هنعيش. بس احنا طالبين الوقت، احنا لنا 11 مليون عايزين فلوسنا، مليون و500 ألف عايزين فلوسنا بس. دلوقتي احنا بنطالب من كل الناس اللي بتسمعنا وتناشدنا تجينا حقنا. الوقت احنا طالبين فلوسنا وطالبين حقنا، وده ما يطلعش من السجن لما يدينا فلوسنا، لان هو نصب الساعة 12 الظهر، خد من واحد 50,500 ألف، وبعدين مشى اولاده من البلد وباع عفش وباع العربية. يعني في نيته ان هو قبل ما يسلم نفسه للإسم عمل كل الترتيبات اللازمة. فالوقت احنا بنطالب كل الناس اللي لها المسؤولة تجيب لنا فلوسنا من عاطف، يطلبوا القبض عليه وعلى عياله ومعاهم الفلوس، على عياله وتحجز على امواله كامله، عشان فلوسنا كلنا مع عاطف. احنا ما نعرفش الا عاطف. مجدي ده امين صندوق، احنا عايزين عاطف. اغلى ستيكر ده اهو، قعدوا لنا ستيكر ده ب 25,000 جنيه، ولا في تاشيره ولا في اي حاجه، وبس ادونا ستيكر كده وقالوا لنا السعودي نصب علينا. سالنا عن السعودي، السعودي اخذ ملاليم. بقول السعودي واخد 300,000 بس. السعودي واخد 300,000 والفلوس كلها مع عاطف. فاحنا الوقت بنطالب المسؤولين، عايزين فلوسنا. كلنا ناس غلابه على باب الله، فلوسنا بالعرق ما سرقناهاش. فالدوله بتاعتنا تجيب لنا ال 12 مليون بتوعنا.